بالنسبه للوزن خفيف جدا، مع انه مبنى خرساني، عشان بس بتفهم الكلام غلط. تقول ان المبنى الخرساني خلاص اصممه زلازل بس ومفيش داعي للوان، او ده وزنه، ده مبنى خرساني وزنه خفيف جدا، فالزلازل فيها تبقى خفيفه، هتلاقي تاثير الويند اعلى من تاثير الزلازل. يبقى انت لازم في اي مبنى عندك ستيل او خرسانه لازم تحسب تاثير الاثنين وتشوف الاعلى في الاثنين. هتقول لي طب الستيل دايما احنا بناخد الويند، عشان انت معتمد دايما ان المبنى الستيل متغطي من فوق كورجيت شيت او ساندوتش بانل، مش متغطي بلاطه خرسانيه. تخيل مثلا مبنى ستيل اربع خمس ادوار ومتغطي بلاطه خرسانيه فوق الايه؟ فوق الكفر ستيل، عامل بيرلينز، وبدل ما يعمل ساندوتش بانل بيعمل فوقيه على طول ايه؟ بيعمل بلاطه خرسانيه. لا، ده تلاقي تاثير الزلازل فيه اعلى من تاثير الوان. تمام؟ مع انك انت متعود ان الستيل دايما بتصممه على الويند وما بتصممش على الايه؟ على الزلازل. يبقى انت عندك الحل الاساسي انك دايما تصمم على ايه؟ تصمم زلازل ويند وتاخد التاثير الاعلى من الاثنين. طب ازاي احسب الويند؟ الويند معدته بصفه عامه W اللي هو الحمل ضغط الويند، الويند جاي كده هيخبط على الواجهه دي، قيمه الدبليو دي بتساوي معامل اسمه CA في الكي في الكيو. CA في الكي في الكيو. تمام؟ يبقى قيمه معامل ضغط الرياح بيساوي CA في الكي في الكيو. خلينا في الكي الاول. الكي هو معامل بيعتمد على ارتفاع المبنى. اكيد الرياح عند منسوب الارض ضعيفه جدا، لو في جزء من المبنى مدفون تحت الارض مضرومات ما عليهوش اي رياح، يبقى الرياح بتبدا من وش الارض. الجزء اللي على وش الارض ما عليهوش خفيف قوي، الرياح عليه خفيفه، يبقى ليه معامل اهميه خفيف اللي هي الكي بتاعه، هتلاقيها بواحد. تمام؟ مثلا لو طلعت للدور اللي فوق تلاقي معامل الاهميه زاد شويه، لان ضغط الرياح فوق هيبقى اعلى، فوق فوق وهكذا، هتلاقي المعامل بتاعك بيزيد معاك لاعلى كل ما بترتفع لفوق. هتلاقي في جدول اسمه معامل التعرض، ده بنسمي معامل التعرض ضغط الرياح، كي هو معامل تعرض ضغط الرياح. جدول اهو بيقول لك منطقه التعرض بتاعتك، وبيقول لك الارتفاع بتاع المبنى من 0 ل 10، ارتفاع المبنى من 10 ل 20، الجزء بتاع المبنى من 10 ل 20، الجزء بتاع المبنى من 20 ل 30 لحد 240 متر. لكل واحده ولها كي. هتقول لك معامل التعرض منطقه الف، معامل تعرض منطقه ب، معامل تعرض منطقه ج. ايه هي الفرق؟ لو انت عندك مبنى في منطقه جبليه اكيد هيختلف عن مبنى في منطقه الارض حواليه مسطحه. يبقى ايه كاتيجوري الف وب وج؟ على حسب سطحيه الارض. المبنى ده موجود في منطقه جبليه على اعلى ارتفاع، ولا موجود في وادي وحواليه جبال من كل الاتجاهات، ولا موجود في ارض مسطحه؟ يبقى منطقه التعرض الف دي اللي هي المنطقه اللي يكون عندك مبنى موجود على قمه جبل فوق قوي. تمام؟ انه يكون التضاريس حواليه البعد بتاع المساحه المسطحه لا يزيد عن 5% بتاعه. تمام؟ ومنطقه التعرض به، تمام، اللي هو يكون المبنى بتاعك موجود في وادي. منطقه التعرض جيم ان هو يكون حواليك مساحه مستويه كتيره، وده اللي موجود عندنا في مصر معظم الوقت، ده اللي موجود عندنا في مصر في معظم الوقت. يبقى تقدر تحدد، يعني مثلا انا عندي منطقه تعرض جيم، تمام، وعندي ارتفاع المبنى من 0 ل 10، يبقى الكي بتاعتي بواحد. ارتفاع المبنى من 20 ل 30، الجزء من المبنى من 20 ل 30، يبقى بواحد. مثلا هيبدا يزيد معاك لو المبنى من 80 ل 120، لو منطقه تعرض جيم. تمام؟ طيب دي الكي هنقدر نحددها من الجدول بتاعي على حسب منطقه التعرض وعلى حسب اجزاء المبنى بتاعك. الكيو هو شده ضغط الرياح. الكيو هي شده ضغط الرياح، كثافه الرياح على المبنى بيضغط بحمل قد ايه، اللي هي الدبليو. انت لما تحط حمل موزع قيمته دبليو، هي دي الكيو. تمام؟ الكيو بتساوي نص في 10 اس سالب 3 في رو في في تربيع في سي تي في سي اس. دول عطولكم القوانين دي ولا؟ ايوه عطولكم ضمن القوانين على طول. طيب الكيو بتساوي نص في 10 اس سالب 3 في الرو في الفي تربيع في السي تي في السي اس. الرو هتلاقي قيمتها في الصفحه اللي بعد القانون على طول، صفحه 86، هتلاقي بيقول لك الرو هي كثافه ضغط الرياح.
وبتساوي عندنا في مصر دايما 1.25، عشان الارض عندنا في وادي النيل المنطقه كلها مستوي، فهتلاقي الرو دايما معاك ب 1.25. الفي هي سرعه الرياح، سرعه الرياح، وهتلاقي لها جدول، هتلاقي جدول عندك انا لو بدرس المبنى ده قطاع راسي اهو، ده قطاع راسي في المبنى وده قطاع افقي في المبنى، وبدرس الويند في الاتجاه ده، ويند اكس رايت، الويند جايه من اكس من على الشمال لف، هيبقى السي ايه هنا كده بوينت 8، والكلام ده انتوا واخدينه في الاستيل، سي ايه بوينت 8، وعامل الضغط هنا على الواجهه دي بوينت 8، ويبقى ضغط على الواجهه تمام في اتجاه الرياح، هنا هيبقى سكشن، هيبقى شد على الواجهه وقيمته بوينت 5 تمام، قيمته بوينت 5. خدتوا الكلام ده ولا هتطلعوا على الكود الجديد؟ الكود الجديد كود 2017 هتطلع لكم دي بوينت 6 تمام. يبقى احنا عندنا على الواجهه الرئيسيه السي ايه هنا ضغط في الاتجاه ده بوينت 8، والسي ايه هنا ضغط في الاتجاه ده بوينت 5 تمام. مبنى نتيجه انك انت بتضغط عليه في الاتجاه ده بيحصل له ديفورميشن هنا كده في الواجهه دي، فبتلاقي ان السي ايه هنا كده سكشن شد للمبنى بوينت 7، وبرضو على الواجهه الثانيه شد للمبنى بوينت 7، يعني في اتجاه اكس كونت لي فورس في الاتجاه ده، وكونت لي فورس في موجب اكس، وعلى الواجهه دي كونت لي فورس في موجب واي، وعلى الواجهه دي كونت لي فورس في ايه؟ في سالب واي، يعني اتجاه اكس هيكون لي 4 فورس على البلان والافقي، فورس كده هتبقى قيمتها السي بتاعتها بنص، وفورس كده قيمتها السي بتاعتها بوينت 8، فورس كده قيمتها بوينت 7، وفورس كده قيمتها بوينت 7. اتجاه اكس كون لي 4 فورس، فورس دي ودي ودي ودي، دول بيلاشوا بعض، يعني لما تيجي تصمم هتلاقي دول ما لهمش اي لازمه. السي اي بوينت 8 بوينت 7 وبوينت 7 متعاكسين، الاثنين دول بيلاشوا بعض. يبقى انت بتصمم دايما على دول، اتجاه اكس هيديني فورس في اتجاه اكس قيمتها في النهايه كام؟ 1.3، السي اي بتاعتها ب 1.3. طب نقطه تاثيرها فين؟ نقطه تاثير الفورس دي فين؟ في السي جي بتاع المبنى برضه. نفس الزلازل، يبقى نقطه تاثير الفورس في اتجاه اكس في السي جي بتاع المبنى تمام، ورد الفعل هيكون فين؟ في السي ار بتاع المبنى برضه تمام. يبقى نقطه تاثير الفورس هتكون في السي جي، ونقطه تاثير رد الفعل هتكون في السي ار، ومعامل التاثير الكلي 1.3 تمام. طبعا انت لو مانوال هتضطر تجمع الاثنين فورس مع بعض وتحطهم في السي جي وتبدا توزع. لو بتحل ببرامج انت بتحط هنا المعامل ببوينت 8 وهو يحسب الفورس، وبتحط المعامل هنا ببوينت 5 وهو يحسب الفورس ويبدا يوزع. هتقول لي طب هتفرق؟ بتفرق كتير جدا في توزيع الاحمال على الايه؟ على المبنى. لو حضرتك جمعت الاثنين وحطيتهم ل 1.3 في النص هيزود التوزيع بتاعته على الشيول اللي في النص. انما لو حضرتك حطيتها لي كالواقع ان هو بيضغط من هنا على الواجهه دي وبيضغط على الواجهه دي، هتلاقي ان الشيول اللي هنا شايله كتير والشيل وول اللي هنا شايله كتير، انما اللي في النص شايله قليل. ده اللي هيحصل في البرامج عشان ما تتخضش لما تيجي توزع مانوال وتوزع بالبرنامج بالاتاب او الساب او ايا كان نوع البرنامج اللي انت بتوزع بيه، هتلاقي في فرق شاسع في الويند بالذات، الزلازل مش هتفرق معاك، انما الويند تلاقي انك انت لو حطيتها زي الواقع بالظبط ان هنا ضغط وهنا ضغط تلاقي التوزيعه مختلفه عن الحل المانوال تمام. شو هو اللي بيأثر في السي ار؟ السي ار يرد الفعل؟ رد الفعل. ماشي. الفعل انت بتوزع، بتوزع بتوزع رد الفعل ولا بتوزع الفعل نفسه؟ بتكلم على الوضع الاساسي ماشي، بساطه جدا خلاص. طيب يبقى احنا عندنا دلوقتي ده قيمه الايه؟ قيمه السي اي والسي، بس الواجهه اخر دور من فوق البلاطه بتاع اخر دور عليها شد قيمته بوينت 8، اخر دور من فوق السطح بتاع المبنى من فوق هيحاول يتشد لفوق بقيمه بوينت 8. يبقى احنا عندنا دلوقتي اتجاه اكس يدي لك فورس بس على الدور الاخير لاعلى، يعني دلوقتي الاعمده دي عليها شد الاعلى، وبالتالي الشد ده مدخول للاعمده اللي تحت وهكذا تمام.
يبقى انت بالتالي الدور الاخير هيبقى عليه الشد الاعلى قيمته ببوينت 8. تعال بص عندي مساله كده اللي هي كنا احنا بنحلها المره اللي فاتت، ابعادها 20 في 30 وانا عاطي لك الكيو 70، واحنا كان المبنى ارتفاعه المره اللي فاتت الاتش ب 50 وارتفاع الدور الادوار بتاعتك 5 متر، كان 5 وتلاتة متكرر. انتوا فاكرين الكلام تمام؟ وعايز احسب الرياح بتاعي على المبنى ده ومعامل منطقه التعرض بتاعتك منطقه 1000. منطقه التعرض مش دي، هخليها 1000. يبقى انا عندي منطقه التعرض بتاعتي 1000 ومنطقه التعرض بتاعتي وشكل المبنى. يبقى المساله اللي احنا هنحلها ابعاد المبنى 20 في 30 اللي احنا حليناه المره اللي فاتت تمام، والكيو بتاعتي ب 70 ومنطقه التعرض 1000 وارتفاع المبنى كله 50 متر وارتفاع الدور الارضي 5 متر وارتفاعات الادوار المتكرره 3 متر. تعالى نبدا نحسب الايه؟ القيم ده. اول حاجه انت عايز الحمل ده، ادي السي جي لو انتوا فاكرين كان السي جي هنا والسي ار كان هنا. سي جي كان هنا والسي ار كان هنا. كان في اكسنتريست كده اي واي ستار والاي اكس ستار. يبقى الاي واي ستار والاي اكس ستار. تعالى نحسب الدبليو. الدبليو اكس تساوي السي اي في الكي في الكيو. ده حمل موزع على مساحه المبنى، لو انت حطيت الوحدات ال 70 دي وحداتها كيلو جرام على المتر المسطح. ال 70 دي وحداتها كيلو جرام على المتر المسطح. خليك معايا كده. ال 70 دي وحداتها كيلو جرام على المتر المسطح. يبقى الكيو دي السي مالهوش معامل، مالهوش وحدات، والكي مالهاش وحدات، يبقى المعامل هنا ده هتبقى كيلو جرام على المتر المسطح، يبقى ده حمل موزع على الايه؟ على المساحه، انهي مساحه؟ مساحه الواجهه دي، لو انا بحسب الوند في الاتجاه ده دبليو اكس ليف مساحته موزعه على الواجهه دي، طب لو انا عايز اجيبه حمل كونسنتريتد اضرب في ايه؟ اضرب في المساحه البعد ده في الارتفاع. اضرب في البعد ده في الارتفاع، فاحنا هنضرب في ال 20. لو انت بتجيب الدبليو اكس ليفت هنضرب في ال 20، بعد المبنى العمودي على اتجاه اكس، الارتفاع هقول لك هتعمل فيه ايه دلوقتي؟ الارتفاع هقول لك هتعمل فيه ايه دلوقتي، تمام؟ تعالى نبدا نحسب. دبليو اكس السي اي 1.3 او خلينا نقول قيمه بوينت 8 في الكيلو. في 70 على 1000 علشان تبقى بالطن. في كام؟ في 20 متر. حد يحسب لي القيمه دي كده؟ ولو انت على الواجهه دي دي بوينت 8. لو انت على الواجهه دي الدبليو اكس ليفت بتاعتك هتبقى نص في الكي في 70 على 1000 في 20. يبقى على الواجهه دي بوينت 8 وعلى الواجهه دي بنص. المعامل بتاعتك السي اي على الواجهه دي بوينت 8 وعلى الواجهه دي بنص وعلى السطح فوق ببوينت 8. سيبك من البوينت 7 خالص تمام؟ يبقى القيمه دي بكام؟ بوينت 7. بوينت 7 كيلو. الكي بقى بتختلف من دور لدور تاني. تعال نبص معانا بقى المبنى بتاعك اول 10 متر عاملين ازاي. دي 5 متر ودي 5 3 متر ودي 3 متر ودي 3. هقسمها كده وانا اخد عدد الادوار حسب ما تاجي. ادي 3 3 3 3 دول كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. هنعتبره 8 ادوار. سيبك من الاتش ب 50 اللي هي 16 دور، هنعتبر ان الاتش بتاعك 25 تمام؟ ولا بكام؟ كيلو بكام؟ 26 3 بكام؟ 7 21 26 26 تمام؟ ده ارتفاع المبنى. لو جيت للجدول بتاع الكي، الناس اللي عماله تتسهر وتضحك.
لو جيت للجدول بتاع الكي، يقول لك ان اول 10 متر من ارتفاع المبنى الكي بتاعتهم بواحد. تعال احط كده اول 10 متر، يعني تقريبا من 5 متر دي والثلاثه وواحد متر من هنا واثنين متر من هنا. لهم دبليو. الدبليو دي بتساوي 1 و12 في 1 في الكي بتاعتي بواحد، يبقى 1 و12. دي اول حمل بتاعي. دي اول كام متر؟ 10. اول 10 متر. لهم دبليو قيمتها 1 و12. ودبليو من هنا قيمتها 0.7. 0.7 في الكام؟ في الكي بواحد. تمام؟ دي اول 10 متر. طب ال 10 متر اللي بعد كده الكي بتاعتها بقت مختلفة. يعني 1 3 7 3 10. يعني نحدد الدور ده كده. ال 10 متر الثانية الكي بتاعتي على منطقة التعرض أ من 10 إلى 20. من 10 إلى 20 متر. يبقى من 10 ل 20 متر من الارتفاع الكي ب 1 و15. يعني الحمل ده قيمته 1 و12 في 1 و15. الكي بتاعته 1 و15، الحمل قيمته هنا. طيب تعال نشوف الكي هنا. الحمل هنا هيزيد شوية، هيبقى 0.7 في 1 و15. ده الكي بتاعه. ده الحمل بتاعي في الثلاث ادوار اللي بعد كده. المسافة بعد كده دي من 10 من 20 ل 30، ما وصلتش لل 30 مش مشكلة، أهم حاجة هي في المنطقة من 10 من 20 ل 30. الدبليو بتاعتي بكام؟ الكي بتاعتي ب 1 و4 من 10، يبقى ده ب 1 و4 من 10 الدبليو في 0.7، وده ب 1 و4 من 10 في 1 و12. ده قيمة الحمل. يبقى الحمل موزع على، ليه أنا ما ضربتش في الارتفاع؟ إحنا قلنا إن الحمل ده هيبقى وحداته على كده طن على المتر، متر من الارتفاع، وده طن على المتر، أنت ده حولتها لطن على المتر المسطح، ضربت في متر يبقى الوحدات طن على المتر، المتر ده منين؟ من الارتفاع، عشان كده أنا وزعت الحمل من الارتفاع. أنت في النهاية، في النهاية زي ما عملت في الزلازل، عايز حمل عنده الدور ده. وعايز حمل عند الدور ده، وعايز فورس عند الدور دي، وعايز فورس عند الدور ده، فورس عند الدور ده، وفورس كلية. الاف بي الكلية بتساوي كام؟ الاف بي الكلية بتساوي محصلة الحمل ده كله اللي هي 1 و12 في ارتفاع في 10 زائد 1 و12 في كام؟ في الكي اللي هو 1 و15 في 10 متر تاني. هم دول 10 متر تاني ودول 6 متر. تمام؟ زائد 1 و12 في 1 و4 من 10 في 6. ده محصلة الحمل ده. تمام؟ طيب زائد الحمل ده كده 0.7 في 10 زائد 0.7 في 1 و15 في 10 زائد 0.7 في 1 و4 من 10 في 10 6 واحد يساوي كام ده؟ 54.4 طن. شايف الفرق؟ عشان ده مبنى خرساني بنفس الابعاد، كان البشير هناك 3000 وشويه والبشير هنا كام؟ 54 طن. ليه؟ لان المبنى ده وزنه تقيل جدا، فتاثير الزلازل هيبقى احسن من تاثير الوزن. يبقى انت الاف بي دي ب 54 طن، نقطة تأثيرها عند السي جي اتجاهها كده. يبقى رد الفعل كده. يبقى التورشن بتاعك اهو. الام تورشن اكس بيساوي 54 في الاي واي ستار. تمام؟ عندك المعلومات اللي انت وصلت لها المرة اللي فاتت، الاف بي اكس والام تورشن اكس. تعرف توزعها على كل شغل بنفس القوانين بتاع المره اللي فاتت؟ هي كده. الفرق ما بين الويند والزلازل ازاي توصل لقيمه الاف دي؟ توزيعتها بقى على الشير وول وتوزيعتها على الادوار هي هي. تمام؟ ادي الفرق ما بين، انا وصلت لك ان البشير لو انت بتوزع على الاعمده عند منسوب الاساسات
يبقى الشكل بتاعك بالشكل ده، الاف ايه ب 54 والام تورشن اكس بالرقم ده، ابدا وزعها بالقانون الكبير اللي احنا اخذناه المره اللي فاتت اللي هو الاف بي اكس في الاي الانرشيا بتاع الشلول على سمشن الانرشيا زائد او ناقص الام تورشن في القيمه الكبيره. اي هي مفيش اي فرق، الفرق الوحيد ان الاف بي بقت مختلفه. تمام. طب عايز تجيب الفورس عند كل دور اللي هي في السي جي بتاع الدور بتاعك، الفورس هنا في الدور ده، الدور ده مش بيخدم نص المسافه دي زائد نص المسافه دي، يبقى الاف بي هنا بتساوي 1.12 في 3 على ال 2 و5 على ال 2. الدور دي البلاطه دي بتخدم متر ونص من فوق وبتخدم 2 متر ونص من تحت، يبقى 4 متر، يبقى الفورس دي بتساوي 1.12 في 4، جنبها قصادها فورس الجنب الثاني 0.7 في 4. يعني التوتال هنا الاف توتال عند الدور ده، الاف توتال واحد اللي انت جبتها المره اللي فاتت تساوي 1.15 في 4، 1.12 في 4 زائد 0.7 في 4. ده الفورس عند الدور ده. الدور ده خلينا نشوف الدور ده. اقولها تاني. الدور ده الفورس اللي هنا، مش انت المره اللي فاتت كنت بتوزع فورس الزلازل على كل دور بناء على وزن الدور؟ هنا ملهاش علاقه بالوزن خالص، تمام، لها علاقه بالارتفاع. الفورس دي هتساوي الدور ده بيخدم المسافه دي من الحمل وبيخدم المسافه دي من الحمل اللي تحتيه، تمام؟ يبقى الفورس دي مجموع المسافات دي، الحمل ده كده محصله الحمل ده زائد محصله الحمل ده، محصله الحته اللي تحت دي، دي متر ونص، دي متر ونص، يبقى دي والقيمه دي 1.12، يبقى دي الفورس دي 1.12 و1.15 في متر ونص، ده محصله الجزء اللي تحت، زائد الجزء اللي فوق 1.4 في 1.12 في متر ونص في المسافه اللي بيقدمها الدور، تمام؟ يبقى ده الفورس على الواجهه دي، على الواجهه دي بيخدم متر ونص من هنا، يبقى 1.4 في 0.7 في متر ونص. نعم؟ زائد 1.12 في، معلش، 0.7 0.7 في 1.15 في متر ونص، يبقى دي الفرصة العامة. يبقى التوتال هنا مجموع دي زائد دي. يبقى التوتال على الدور ده مجموع دي زائد دي. والدور اللي فوق الفورس فيه هتبقى المسافه دي 1.5 في 1.4 في 12 و 0.7 في 1.4 في ايه؟ يبقى دي الفورس عند كل دور تقدر تجيبها. فين الدور نفسه؟ عند السقف ولا ايه؟ لما باجي احسب ايه في مين الدور نفسه؟ الدور الثاني او الثالث مثلا عند السقف ولا يعني ايه عند السقف؟ عند البلاطه يعني؟ عند البلاطه فوق ولا في المنتصف؟ لا طبعا، لو انت بتوسع الجيش يبقى عند الاساسات. لو انت بتوزع عند الدور ده يبقى عند النقطة دي، لو انت بتوزع عند الدور الأخير يبقى عند النقطة دي، عند منسوب أسفل الدور، تمام؟ لو انت بتوزع البشير كلها دي عند البشير عند الأساسات، يبقى انت بتوزع عند الأساسات. ده الفرق الوحيد ما بين الزلازل، طبعًا ما نشوفوش في توزيع الفرص لأن ده كلام اتكلمنا عليه المرة دي. ده الفرق الوحيد ما بين الزلازل وما بين الرياح. نعم. خدت إيه؟ خدت السي دي جزء واحد. ماشي، مفيش مشكلة. اه يعني انت بدل ما تحسب القانونين دول تقول ان السي دي 1.3 في الكي في الكيو وخلاص وانتهى الموضوع وتحسب الفرصة عند كل دول. مفيش مشكلة، بس انا عايز اوضح للناس عشان لو واحد بيدخل على الايتاب هيضطر يدخل على الواجهة دي ويضطر يدخل على الواجهة دي فيبقى عارف القيمة هنا كام والقيمة هنا. طبعا انت برضه الزلازل في اتجاه واي، لو انت بتحسب واي، لو انا جيت قلت لك احسب لي اكس رايت، اكس رايت ايه اللي هيختلف؟ المعامل ده هيبقى بوينت 8 وده هيبقى بنص. هي هي. يبقى اللي هيختلف هيتبدل المعاملات. لو انا اكس رايت، لو اتجاه الويند كده، ادي الاتجاه الافقي. ده بوينت 8 وده بنص وده بوينت 7. يبقى انا لو بحسب الويند في اتجاه اكس من الرايت، ده الويند في اتجاه اكس من الليفت. لو بحسب الويند في اتجاه الواي، لو بحسب الويند في اتجاه الواي المعاملات هيبقى ده كام؟ بوينت 8. بوينت 8 وده كام؟ نص. نص.
وده 0.7 وده عكسه 0.7 عكس بعض. وبرضه الواجهه من فوق 0.8 دي ثابته ما فيهاش حاجه، السقف الاخير 0.8 هي هي في كل الحالات، اي حاله يبقى من فوق في 0.8. لو انت بتحسب الويند سالب واي هيبقى ده كام؟ 0.8 وده 0.7 وده 0.7 وده كام؟ نص. تمام؟ لو انت بتحسب ال W واي ايه اللي هيتغير في القانون ده؟ ال 20 هتضرب في كام؟ 30 بس مفيش اكتر من كده. ال 20 انت بتضرب في البعد العمودي على الواجهه بتاعتك، البعد العمودي على الواجهه بتاعتك على اتجاه الفوز بس مفيش اكتر من كده في موضوع الرياضي. عايز الناس تتوسع.